البسكويت اهم من الناعم يا جماعه. يا احمد دي واحده يا زلمه. مع شاي اللبن خلاص. سامح سامح شديد. طيب على قبيل يا شباب. اللي جاء. اي واحده بتعرف تعمل. ممكن تقول لنا الخلطه ثاني مره ثانيه. كل ثلاثة في خلطة كعك القيادة لكل ثلاثة كبابي من الدقيق، كوباية من الكورن، بنديهم ملعقة بتاعة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة روح الكعك، ودي طبعا دي كعك حبوبة يعني. يا أستاذة بتاع ده بياخذ كم دقيقة؟ 10 دقائق. 10 دقائق كويس. لا فضل 10 دقائق، هو الجبال ياخذ 15. فضل 10 دقائق يعني كله ربع ساعة. كويس تمام. لا شوية يا جماعة. لا هم يا رجل.